بأكثر من 500 حقل لتربية الدواجن، تتصدر بابل المحافظات بإنتاج البيض ولحوم الدجاج، لكنها صدارة مهددة بالزوال، فأصحاب هذه الحقول يتعرضون لخسائر مالية كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، إضافة إلى غزو الدجاج المستورد السوق المحلية، ما سبب توقف أكثر من نصف المشاريع وخسارة 25% من كميات الإنتاج. أكثر من 500 مشروع لتربية فروج اللحم، أكثر من 15 مشروع لإنتاج بيض المائدة، أكثر من 11 مشروع متكامل، أكثر من 30 معمل لإنتاج الأعلاف، أكثر من نصف العدد متوقف. الآن المربي عندما نلتقي بهم لماذا لا تعمل؟ يجاوبني يقول لي ما هو الضمان؟ شنو ضماني أني إذا أتعرض لخسارة؟ شنو الضمان مالتي؟ يغطي إنتاج هذه المعامل 75% من حاجة السوق المحلية من الدجاج والبيض، ومع توقف غالبيتها تتراجع نسبة الاكتفاء الذاتي وتزداد كلف الإنتاج مع ثبات سعر البيع في السوق المحلية، ما دفع كثيرا من مربي الدواجن إلى بيع حقولهم لتسديد ديونهم المتراكمة. لا تتناسب أسعار الدواجن حاليا مع كلفة إنتاجها. طن العلف في أحسن الظروف هو 1,000,000 دينار، والدجاج حاليا لا يباع ولا يشترى ب2,000، وقاعد يتكبد كل الحقول خسائر فادحة اضطرتهم إن أن يبيعون يعني الغالي والنفيس مقابل تسديد هذه الديون. توقف هذه المشاريع ينذر بارتفاع أسعار الدواجن ومنتجاتها في السوق المحلية في ظل ضعف الدعم الحكومي لهذا القطاع الاقتصادي المهم وتقنين ما يستورد منها. من محافظة بابل، حيدر الشلبي، يو تي في.